هدف إعادة حيوية وألق الغطاء النباتي في محافظة السويداء ودعم الخطة الزراعية، قامت مديرية الزراعة باستجرار 25 ألف غرسة من تفاح وإجاص والحمضيات إلى مركز الكوم، وبأسعار رمزية ومواصفات صحية خالية من الأمراض والآفات. كما كان إنتاج المحافظة من غراس مثمرة 225 ألف غرسة. تم استجرار هذا العام 25 ألف غرسة تقريبا من محافظة لاذقية وطرطوس وحمام، الأنواع غير متوفرة عنا أو لدعم الخطط بمحافظة السويداء. الغراس المتوفرة عنا تتقدم للفلاح بموجب التنظيم الزراعي أو عن طريق كشف من قبل الوحدة الإرشادية. الغراس أسعارها رمزية مقارنة مع الأسعار التي تنتج بالمشاة الخاصة، وغراسنا ذات مواصفات فنية جيدة وخالية من الأمراض والآفات. اللي بتمناه من الاخوه الفلاحين بعد استلام غراسهم انه يتم زراعتهم مباشره وتقديم ري مباشره بعد الزراعه. نوزع لوز مطعم وتفاح ودراق ومشمش كرز محلب بالطعم طبعا كرز وتوت وليمون حامض وكريفون او اكيدنيا. اللي معه ورق التنظيم الزراعي بيكون عامل ورق تنظيم زراعي ومسجلها عند رئيس الدائره، وبحكم ورقه من عنده يعني هو بفقط الغراس الموجوده بالتنظيم الزراعي وعم نوزع. ويتم توزيع الغراس بموجب تنظيم زراعي او عن طريق كشف حسي او عن طريق الجمعيه الفلاحيه لاستلامها بالوقت المناسب للزراعه، رغم الإقبال الكثيف على قطاع الدولة لأسعارها الجيدة وجودة غراسها. الزراعة جيدة بس الله يبعث للخير. ويعني بدأ دعم حكومي من مادة المزبوط طبعا، من الأسمدة، من هالشغلات الموجودة لازم تندعم الزراعة. في تسهيلات بس في ضغط وإقبال كثير من الإخوة المواطنين دائما، لأنه القطاع الدولي أرخص بيكون من القطاعات مشاة البرة وأوثق للغراس ونوعية المطاعم أحسن، فبيكون الإقبال كثير كبير. ولأن الزراعة الأساس والمخرج الحقيقي لتحقيق الاكتفاء وتوجه الفلاحين لإعادة إحياء الأرض، لا زالت تحتاج للدعم من مادة المازوت والأسمدة لاستثمار كل شبر من الأرض على مساحة الوطن.